نبقى الآن مع أولى فقرات حفلنا هذا، مع قراءة عطرة نطيب بها مسامعنا وننزل بها البركة على حفلنا. فليتفضل القارئ السيد جعفر المرخي مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله العلي نشكر القارئ المبدع السيد جعفر المرخي على تلاوته العطرة ونتمنى أن ينير القرآن طريقنا وطريقه ويكون له شافعا يوم القيامة إن شاء الله.